بالنسبة لتسجيل المغرب، أول حالة ديال جذري القردة وهي حالة وافدة. أولا في التسجيل ديال الحالات كتكون عندنا الحالة الوافدة، معناه تم الاكتشاف ديالها وهي وافدة من خارج المغرب. كاين المستوى الثاني، هو ملي كيكون عندنا حالات محلية ولكنها مرتبطة بحالة الوافدة. وكاين المستوى الثالث، هو ملي كيكون عندنا حالات ما جاوش من خارج المغرب وفي نفس الوقت ما عندهمش شي اتصال بشي حد دخل من خارج المغرب. انا دا كنسميوه انتشار محلي. اذا المغرب حنا في المستوى الاول اللي هو حاله وافده من خارج المغرب، والمخارطين ديالهم هما الان تحت التدقيق الطبي من اجل اجراء الفحوصات الضروريه. هذا معناه بانه المنظومه الصحيه والنظام ديال المراقبه واليقظه الصحيه للمواطنين والاطباء والمهنيين الصحيين والمنظومه الصحيه هما جزء مهم منها من اجل اكتشاف الحالات في الاول ديالها. هذا كياكد القوه ديال اليقظه الصحيه والفعاليه ديالها. بالنسبه للانسان من الناحيه الطبيه، من اللي كيتم تاكيد الاصابه ديالو، اولا من الناحيه الطبيه كيتم العزل ديالو 21 يوم، لانه من بعد 21 يوم كيكون ما بقاش كتكون الاعراض مشات حتى ديال الجلديه وما كيبقاش معدي. وكيتم التكفل به كذلك بالاصابات اللي عنده. عموما كنعرفوا بانه جذري القرده عند الناس الشباب البالغين اللي ما عندهمش شي مشاكل مناعيه، عموما الفيروس والاصابه كتشفى بدون مشاكل، وكيخص التكفل بهذوك الاصابات الجلديه وغيرها. والانسان خصو يشرب ما بزاف المريض باش يمكن يتم الالتئام ديال الجروح ديالو، والاصابه كتنتهي قلنا وكيتم الخروج من العزل الصحي. كذلك يتم التعامل مع المخالطين ديال هذا الانسان، كيتم التتبع ديالهم والاجراء الفحوصات الضروريه. من الناحيه الطبيه كذلك المخالطين كيمكن يتم التلقيح ديالهم. حنا كنعرفوا ما كاينش شي لقاح او دواء خاص بجذري ديال القرده، ولكن كاينه لقاحات من من الجيل الثالث مهمه، عندها فعاليه كبيره وعندها اثار جانبيه قليله، اللي هي موجهه ضد الجذري الانساني اللي تم القضاء عليه هذه اكثر من 40 سنه من طرف اللقاحات اللي كانت في العالم. وهاد اللقاحات هذه عندها واحد الفعاليه ديال 85%، وكتعطى فقط ما كتعطاش لجميع المواطنين، كتسمى ان فاكسيناسيون رياكتيف، بمعنى ملي كنلقاو شي حاله بوزيتيف حاله ايجابيه شي واحد مريض كنتاكدوا منه، هذوك المخالطين ديالو اللي عندهم ماشي غير مخالطين اريسك اللي هما عندهم خطوره ديال انتقال الفيروس. مثلا واحد المهني الصحي اللي قلب وفحص انسان مريض بجذري القرده بدون ما يتخذ الاجراءات الوقائيه ديالو، او لا الانسان اللي عايش مع تحت سقف واحد مع الانسان اللي تاكدت الاصابه ديالو، او الانسان اللي كان عنده واحد اللقاء حميمي مع هذا الانسان اللي مريض، او اللي بقى معاه جالس معاه مثلا تقريبا جوج ثلاثه ديال الساعات في مسافه قريبه، او اللي تبادل معاه الاشياء الشخصيه ديالو. هاد المخالطين اللي كنسميهم مخالطين اللي عندهم خطوره ديال الاصابه، هادو راه كيتم من الناحيه الطبيه كيمكن يتم التلقيح ديالهم بهذاك اللقاح ضد الجذري واللي عنده الفعاليه ضد هذه الاصابه، كينقص من انتشار ديال الفيروس وانتشار العدوى، وكذلك كينقص حتى من الاصابات هذوك الناس اللي مخالطين، حتى اذا تصابوا كيتصابوا بشكل خفيف. من ناحيه المواطنين كيتسالوا كذلك بالنسبه واش هادشي غادي يغير بالنسبه للاجراءات في البلاد. حنا كنعرفوا بلي هذا فيروس كينتقلش بسهوله من الانسان للانسان. هذا القلق اللي كاين عالمي هو لماذا اليوم كينتشر بهذه السرعه، بينما كنا كنشوفوه نادرا ما يرى خارج هذيك ال 11 دول الافريقيه، في وسط افريقيا وغرب افريقيا نادرا ما كتلقى شي حاله منه. فجاه هذه الاسابيع الاخيره بقينا كنلقاو حالات كثيره. الخبراء يستبعدون انه شي تغير في الفيروس ولا غيره، ربما الامر يتعلق باحداث كانت فيها لقاءات كثيره حميميه من دول مختلفه، وبالتالي في انتظار انه يتم تكسير
ديال هذه السلسله ديال العدوى في الاسابيع او الاشهر القليله المقبله. كيخصنا نحافظوا على الاحتياطات ديالنا ديال الوقايه، ديال النظافه ديال اليدين، ديال التباعد، اللي غادي ينفعونا ضد جدري القرادة، غادي ينفعونا ضد التهابات الكبد ديال الاطفال اللي باقي ما عرفش السبب ديالها، وكينفعونا في كوفيد اللي مازال كيقتل ومازال غادي يقتل في الاشهر المقبله. نظافه، تباعد، نظافه اليدين، الاشياء الشخصيه ما نتقاسموهاش، وكذلك اليقظه ديالنا كمواطنين. اللي عنده الاعراض ديال السخانه، الالم ديال الراس، الالم الفاصل ديالو، اللي عنده الطفح الجلدي مع هاد السخانه ولا مع هاد الالم، خصو يمشي يشوف الطبيب. هاد اليقظه ديال المواطنين، اليقظه ديال الاطباء ديالنا، ديال المهنيين الصحيين ديالنا، بالاضافه للاستعداد ديال المنظومه الصحيه ديالنا، هو اللي خلى المغرب يكتشف الحاله الوافده الاولى، هو اللي غادي يخلينا باش نهرسوا سلاسل العدوى ونكتشفوا اي حاله تم الدخول ديالها للمغرب او غادي تنتشر في المغرب، كان يمكن لنا نكسروا السلسله ديالها. اذا ما كاينش شي حاجه منتظره، انه شي اشياء اللي غتغير من ناحيه العلميه الطبيه، حتى حاجه ما كتبرر انه شي تشديد في الاجراءات، من غير اننا نردوا البال ديالنا ونبقاو حذرين واحد الحذر كبير ومهم ومواطن، باش نحسنوا نفوسنا ونحسنوا بلادنا.